بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر استاذ وليد وبوابه 2030 مصر 2030 اللي هم استضافوني النهارده. انا بجمل توقعاتي اللي الناس مهتمه بيها جدا، انا اصلت اللي انا اخزنها للبوابه لما اجي لهم ان شاء الله. طبعا بالنسبه للرياضه، للسياسه، للاقتصاد، للاجتماع، الناس تخلي بالها من الزلزال. خلال شهر في زلزال مدمر في مصر. المستشار مرتضى منصور عاد بقوه لاس الزمالك، الدوري من نصيب الاهلي، لن يكون هناك فريق مصري في بطولة الفكرة، أنا مش شايف الأهلي ولا زمالك للأسف هذا العام وليس الأعوام القادمة أو البطولات القادمة. الناس تخلي بالها من أوبئة تخص شمال المغرب العربي، الناس خايفة من العراق، أنا بقول في حروب أهلية في العراق، هناك حرب ما بين إيران والخليج تحديدا والسعودية، تخلي بالهم لأن الحرب ستبدأ العام 2023. الناس بتسألني عن حاجتين، العراق والحرب الروسية الأوكرانية. أنا أول ما توقعت قبل ما بوتين يخش أوكرانيا قلت أن روسيا هتخش أوكرانيا وبالفعل أمر الصبحية الأولى. هل ستستمر؟ نعم، الحرب ستستمر لعقد قادم ولن تنتهي في الامد القريب. العراق يخلي باله منهم، على المستوى الاقتصادي مصر كويسه جدا في الاقتصاد، لبنان كويسه جدا رغم اللي بيحدث دون. للاسف مصر ليست بمنأى عن العالم، ولكن احنا نقدر نقول ان احنا احسن الوحشين، ليس بمزاجنا لان احنا جزء من منظومه. فلو قلنا من هو السيء والاسوء والحسن والاحسن فمصر من الاحسن ان شاء الله. كلمني حضرتك عن الفنانين اللي هتموت السنه دي واللي ماتوا صابقا. من ضمن توقعاتي للفنانين السنوات السابقه مجالات اخرى، كان سياسيين واقتصاديين الى اخره، كان مثلا بابا شنوده، القذافي، شاديه، سعيد صالح، ميمن المهندس الى اخره، وسهيل بابلي. اتوقع العام 2023 ثلاثة الهام شاهين ستوفى في حادثة سيارة، عادل إمام والكينج محمد منير، دول هيتوفوا العام 2023. بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا يا سيدي. الله يخليك، تحت أمرك. شكرا.